معي على التليفون الأستاذ عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية. أستاذ عبد الله، يعني أولا أحر التعازي وخالص المساواة لكم جميعا أشقائنا في المغرب الشقيق، يعني بعد هذا الزلزال، وأيضا لهؤلاء وأسر الضحايا يعني الذين سقطوا في هذا الزلزال. أهلا بكم. أهلا، شكرا لكم وشكرا على هذا التضامن الكبير بكافة الشعوب العربية. أستاذ عبد الله تفضل. يؤكد على أننا شعب واحد. طبعا طبعا طبعا، يعني كيف ترى الأصداء يعني بعد يعني أقل من 24 ساعة من وقوع هذا الزلزال المروع، يعني كيف ترى الأصداء الآن؟ والله على المستوى الداخلي هناك تابعية كبيرة جدا على المستويات كافة، على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي. آخر الأخبار في هذا الصدد، جلالة الملك رأى اجتماع قبل قليل وتم تشكيل لجنة وزارية وأصدر الاجتماع قرارات هامة جدا لهم التكفل بالضحايا والأشخاص في وضعية صعبة وإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتقديم المساعدات الغذائية والمادية لجميع المناطق المتضررة ومتابعة وضع الكثب، وأيضا تدخل القوات المسلحة الملكية التي أنشأت مستشفيات ميدانية ونقلت أعدادا كبيرا جدا إلى المناطق الأكثر تضررا. أنتم تدركون وتعلمون أن الأمر يتعلق بأخطر زلزال حدث في هذه المنطقة طيلة القرن الماضي، ليس من حيث وزنه، من حيث تأثيره، من حيث قوة زلزال، بل من حيث وصلت الحصيلة، حصيلة الضحايا أستاذ عبد الله، يعني حتى الآن وصلت لكام؟ والله أنا الحصيلة الآن الرسمية هي 1037، ولكن شخصيا أتوقع لا قدر الله الحصيلة ستتجاوز 2000 قتيل بكل تأكيد، لأن هناك 720 مصاب في حالة حرجة جدا، ولا تزال جهود مبذولة لإنقاذ الموجودين تحت الردم. بالتالي اعتقد واتصور ان الحصيله سترتفع، ستتضاعف على الاقل مره او مره ونصف. بالتالي الحصيله ليست مع ذلك ليست كبيره وليست ضخمه، لانه الزلزال بؤره الزلزال حدثت في منطقه ليست اهله بالسكان. لا قدر الله لو كان هذه بؤره الزلزال وقعت في منطقه اهله بالسكان، في اكادير كانت 1960 كانت قوه الزلزال 6.4 في سلم ريشتر، وكان هناك 15,000 قتيل. اليوم نحن نتحدث عن زلزال بقوة 7 درجات في سلم ريشتر، وبالتالي لا قدر الله لو كان الزلزال حدث في مراكش المدينة أو في أكادير المدينة، لا قدر الله كانت ستكون الخسائر أكبر من ذلك. أكبر رقعة للزلزال ربما في العالم، ورقعة انتشار الزلزال شملت أكثر من 500 كيلومتر من الأرض. 500 كيلومتر زلزال ضرب في 500 كيلومتر، زلزال ضرب ما بين ترودانت ومراكش في وسط المغرب، وشعر بهم، وضرب أيضا في الصحراء المغربية وفي طنجة وفي مراسلنا في أغادير، يعني من دقائق قليلة قلب هم كمان شعروا به في أغادير. صحيح، هذه أكبر رقعة انتشار للزلزال ربما في تاريخ الزلازل في العالم. 500 كيلومتر يعني رقعة انتشار، وهذا يعني لم يحدث هذا الأمر في تاريخ البشرية ربما، لا أدري، ليست لدي معلومات دقيقة، ولكن من حيث رقعة انتشار هذه أكبر رقعة انتشار، وبالتالي شعرنا به في الرباط. الرباط ضرب بقوة، يعني شعرت به برضه في الرباط، المغرب ضرب بقوة، شعرنا به في الرباط وخرجنا إلى الشارع وقضينا ليلة تقريبا كاملة في الشارع ننتظر التوجيهات والتعليمات وبالتالي والتحذيرات، وبالتالي هذا الأمر يتعلق بالفاجئة الحقيقية. الحمد لله أن بؤرة الزلزال لم تكن في منطقة آهلة بالسكان، كانت في منطقة شبريفية ليست آهلة بالسكان، في منطقة تضاريس صعبة جدا، صعبة للسكن، وبالتالي حتى هذا العامل الجغرافي كان عنده كان مؤشر في تخفيض عدد. ده لطف من المولى، يعني إن وقع بالشكل ده في المكان ده، يعني بحال وهذا قضاء الله وقدره واحترى به على كل حال. قلوبنا وتعازينا لكم استاذ عبد الله، يعني ولجميع زملائنا في الجمعيه الوطنيه للصحافه المغربيه ولجميع اشقائنا في المغرب. شكرا جزيلا لحضرتك لوجودك معنا.
ويعني خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في المغرب الشقيق.